نعم، نكمل أعزائي الطلبة باقي المحاضرة. أنواع الاتصال، أولا الاتصال اللفظي مكتوبا أو شفويا. طبعا تتمثل أسس نجاح الاتصال الشفوي في التشجيع والإنصات والوضوح وإعادة الأسئلة والإقناع والإيحاء، حتى يكون هنالك تواصل بين المرشد والمسترشد من ضمن هذا النوع من الاتصال. والمهم في الاتصال اللفظي العمل على تغيير كلمات المسترشد بحيث يزيد وعيه لذاته، ومن أمثلة هذه الكلمات أن يستبدل كلمة هو بأنا، وعدم استخدام أسئلة لماذا ويستبدلها بماذا وكيف، وأن يستبدل الناهيات مثل لكن بحرف و، وأن يستخدم لا أقدر بدلا من لا أريد، ويستبدل بأن أنا اخترت. ويتضمن الاتصال اللفظي إرسال كل من الأفكار والمشاعر، وله مستويات. هنالك لغة الطفولة تكون لغة جذابة ومرتاحة، وهناك لغة الشارع هي لغة التعبير والانفعالي، وهناك لغة المحاضرة من خلال أنماط الحديث المستخدم، ولغة البحث المهني، وتكون عند الاشتراك بين رفاق المهنيين، ولحن الخطاب البصري والسمعي واللمسي والرقمي. وتتم عملية الإدراك عن طريق ورود المعلومات إلى الدماغ عن طريق الحواس الخمسة: البصر والسمع واللمس والشم والذوق. ويمثل الإحساس المتولد عن كل حاسة نمطا أو نظاما خاصا للإدراك. ونلاحظ أن المسترشد غالبا ما يستخدم في حديثه لحنا بشكل أكثر من الألحان اللي موجودة. في النظام البصري يتحدث بسرعة وصوته عالي، أنفاسه قصيرة سريعة، يفكر بالصور أكثر دائما الحركة، يهتم بالصور والمناظر والألوان، قراراته على أساس ما يرى ويتخيل النمط الصوري. تغلب عليه كلمات والعبارات التالية: انظر، رؤية، تصور، مراقبة، يشاهد، ألوان، منظر، أرى، يظهر لي، أرى ما تقول، وجهة نظري، يدقق النظر. النمط البصري يكرر عبارات من مثل يظهر لي، وجهة نظري، ولديه سرعة الكلام ونبرة عالية وقدرة على التخيل. أما النظام السمعي يستخدم طبقات الصوت متنوعة، يتنفس من أسفل حجاب الحاجز، وله قدرة على الإنصات، يهتم بالأصوات، قراراته على أساس ما يسمعه ويحلله. النمط السمعي يتغلب عليه كلمات والعبارات التالية: صوت، سمع، نغمة، رنين، كلام، جرس، ينصت، نغم، يقرع الجرس، انتبه لكلامي، يرن في أذاني، يخاطب الناس، كلام الناس. النمط السمعي يكرر مثل هذه العبارات: سمعت أخبار، كل إذان صاغية، أقول الحقيقة، عادة ما ينظر بعيدا عن المتحدث. أما في النظام الحسي صوته هادئ، يتنفس ببطء وعمق، ويهتم بالأحاسيس، ويأخذ قراراته على أساس شعوره، وأيضا يردد كلمات شعور، إحساس، لمسة، خشن، ناعم، صلب، لين، ضرب، بارد، حار، صبور، ألم، يخفض قلبه، يخدش الشعور، عديم الإحساس والنمط. يكرر عبارات أخرى مثل أشعر بما تقول، يحرك يديه، لديه كلام بطيء. أما النمط الرقمي فاكتشف العلماء وكلامه مقنع، يفتقر إلى الدليل، ولديه تحدث مع نفسه واهتمام بالأدلة، وكلماته الذي دائما يكررها: فكر، عقل، حكمة، منطق، فكر، تجربة، عملية، فهم، ثقافة، حافز، دافع، تفكير، تفهم، أفكار، نشاط،
كل هذه الأنظمة اللي موجودة ممكن أن تكون يستخدمها المرشد والمسترشد في هذه الحالة، وهنالك كثير من المقاييس التي تؤكد على هذا الجانب من الخيال. عندنا الثاني هو الغير اللفظي، وهذا الجانب أيضا الغير اللفظي يحتاج إلى تعابير الوجه ولغة العيون. نعم، يعتبر الوجه أكثر أجزاء الجسم وضوحا وتعبيرا عن العواطف والمشاعر وأكثر نقلا المعاني التي تظهرهم، وكثير من هذه تدل العينين هي أدوات الاستراتيجية لنقل الرسائل والمعاني الغير اللفظية. وكثيرا ما نستمع العديد من الصفات الشخصية التي ترتبط بالعينين، والعينين تدل على أشياء كثيرة. تلاقي العينين يدل على الاهتمام والرغبة، خفض العينين بعيدا يدل على الانشغال والتحديق، نقص البقاء على النظر المباشر يدل على الانسحاب والاحترام، النظرة المنخفضة تدل على الخجل، الدموع في العينين تدل على الحزن، توسيع حدقات العين تدل على الانزعاج. أما الفم فيدل على الابتسامة، وهنالك ابتسامة مستطيلة وهنالك ابتسامة علوية أو ابتسامة بسيطة وهنالك ابتسامة عريضة. وهذه التعبيرات، ضم الشفات يدل على الغضب، ضم الشفة يدل على القلق، فتح الفم يدل على التثاؤب والتعب. تعبيرات الوجه تدل على تلاقي العينين مع الابتسامة على السعادة، عينان مجدودتان وتقطيب الحاجبان وأطباق الفم يدل على الغضب، احمرار الوجه يدل على القلق وعدم الارتياح. وهنالك أيضا إيماءات وضع الرأس، يدل هز الرأس للأعلى أو للأسفل على الإصغاء، هز الرأس يمينا أو يسارا يدل على عدم الموافقة، خفض الرأس للأسفل يدل على الحزن، هز الكتفين على الحيرة، الانثناء للأمام تدل على الانفتاح على الاتصال، التململ في الكتفين تدل على نقص في استقبال الطلب. وهنالك أيضا حركات للأيدي، من حركات الأيدي أيضا الذراعان منطبقان إلى الصدر لتجنب الكراهية والانفتاح، تدل ارتعاد اليدين على القلق، تشبيك اليدين يدل على القلق، اليدين جامدتان بدون تحريك تدل على